برحب بضيفنا العزيز استاذ الدكتور نادر نور الدين، الخبير الاستراتيجي بالجمعيه العموميه للفاو، واستاذ الاراضي والمياه بكليه الزراعه جامعه القاهره. دكتور نادر، سعداء بوجود حضرتك معانا. اهلا اهلا استاذ عمرو، انا كمان سعيد بوجودي مع حضرتك. الله يخلي حضرتك، ده شرف لينا. دكتور نادر، انا اسف بس هل انا فيما ذكرته هل انا متشائم؟ لا، هو طبعا في ازمه غذاء اطالت، يعني طالت العالم كله، على الاخص الدول المستورده الصافيه للغذاء زي كل الدول الافريقيه، كل الدول العربيه، بعض الدول الاسيا طالتهم كلهم. انما التركيز طبعا الغرب طالب ان احنا نركز على صادرات اوكرانيا ونسين صادرات روسيا. فعلى سبيل المثال، اذا كانت اوكرانيا فيها 20 مليون طن قمح، مش حبوب، قمح فقط محبوسة في المواني، فروسيا لديها أيضا 50 مليون طن قمح أيضا لم تستطع تصديرهم، لأنه في مقابل أن هم حصروا ميناء أوديسا اللي بيصدر القمح الأوكراني، أوكرانيا أيضا ألقت بعبوات ناسفة في البحر الأسود عشان تمنع ألغام، يعني عشان تمنع روسيا من تصدير قمحها. فنقدر نقول أنه اتحبس حوالي 70 مليون طن قمح في كل من روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى أن هم البلدين كمان كانوا أكبر دول العالم مصدرة للشعير اللي الدول العربية الخليجية بتستورده 37%، لكن الأزمة الأكبر طالت زيوت الطعام، لأن طبعا زيت عباد الشمس الصادرات العالمية بيخرج 50% منها من زيت عباد الشمس من أوكرانيا و23% من روسيا. من هنا نجد أن بعض الدول الأوروبية يعني عملت توزيع الزيت بإزازة واحدة لكل أسرة كل أسبوع، نتيجة لأنه خلاص إزازة يعني زيت في نقدر الأسبوع. نقول يعني 3/4 زيوت عباد الشمس اللي هي أكثر استهلاكاً في العالم خرجت خارج نطاق التصدير من البلدين، بالإضافة الذرة الصفراء للأعلاف. إحنا نجد عندنا مثلاً دلوقتي في ارتفاع في أسعار اللحوم والدواجن بسبب أن الذرة الصفراء اللي كنا بنستوردها من أوكرانيا وروسيا توقفت أيضاً، فبدأنا نستورد من مناشئ أغلى وأعلى في السر في السعر، فبدأت الأسعار ترتفع، سواء البيض أو الدجاج أو اللحوم الحمراء أو الزبدة، كل ما هو مرتبط بتصنيع الذرة الصفراء وفول الصويا، لأن هما الاثنين دول اللي بيكونوا الأعلاف النباتية والحيوانية، يعني اللي بياكلها الدواجن والمواشي. فالأزمة كبيرة جدا، حتى أفريقيا كانت بتستورد الأسمدة من روسيا، لأن روسيا بتصدر حوالي 15% من الأسمدة النيتروجينية للعالم و17% من الأسمدة البوتاسية. فحتى يعني إذا مدخلات الزراعة كمان حجبت عن القارة الأفريقية، المستورد صافي للأسمدة. الحمد لله في مصر عندنا اكتفاء ذاتي من الأسمدة ووفرة تصديرية أيضا، بنصدر لكل دول العالم بدءا من الولايات المتحدة لكل الدول الأفريقية. فيمكن أزمة الأسمدة ما طالتناش، إنما أزمة ارتفاع أسعار القمح السنة اللي فاتت زي اليومين دول كان ب 265 دولار، السنة دي تجاوز ال 400 دولار، بخلاف مصاريف الشحن، النقل البحري والتفريغ في يعني المواني، الامور ثم زادت النقل عن الضعف، البري. التكلفه زادت عن الضعف دلوقتي. ده بالظبط كده، من 265 وصلت 400، الشحن كان ب الشحن 20 الضعف. دولار لطن القمح، الشحن اصبح 60 دولار نتيجه لارتفاع اسعار البترول ايضا بسبب الازمه، البترول كان ب 60 دولار قفز النهارده الى 122 دولار. طب ده دكتور نادر، واحنا بنتكلم ان بعض الدول لسه عندها احتياطات او احتياطيات من الحبوب او من المواد الغذائيه. طيب لما تنفذ يعني على اخر السنه وعلى فصل الشتاء، لما تنفذ الاحتياطيات الاستراتيجيه عند الدول، الموقف هيبقى عامل ازاي؟ أسوأ، وده اللي حذرت منه سواء منظمه الاغذيه والزراعه فاو او برنامج الغذاء العالمي او حتى البنك الدولي، قال انه في 44 مليون بني ادم في افريقيا انضموا فعلا الى قافلة الجوع في أفريقيا، وهناك 44% أخر 44 مليون مواطن في أفريقيا هينضموا للجوع في خلال هذا الشهر، لأن الدول الأفريقية لما ارتفعت الأسعار فمش قادرة تستورد القمح بالأسعار الجديدة 400 و450 دولار للطن، فبدأت تسحب من المخزون الاستراتيجي بتاعها منذ بداية الأزمة في فبراير، وبقالها 100 يوم بتسحب من الاحتياط الاستراتيجي، فتكاد يكون الاحتياطات على وشك النفاذ. احنا الحمد لله محصول القمح المحلي يعني هيوفر لنا نحو 5 مليون طن قمح مستهدفين، هيكفونا لمده 5 شهور ربما تهدأ فيهم الازمه، بالاضافه الى انه احنا دايما عندنا احتياطيات تكفينا 6 اشهر سواء من القمح او من الحبوب. الرز احنا مكتفيين منه ذاتيا،
من الذره الصفراء، من كل من الزيوت، الطعام. العالم في ازمه في الزيوت، الحمد لله المصريين لم يشعروا باي ازمه في زيوت الطعام، رغم ان زي ما قلت لحضرتك 73% من صادرات زيوت عباد الشمس بتخرج من روسيا واوكرانيا، منهم 50% من اوكرانيا. يعني حضرتك كده بتطمنا، يعني الحمد لله وفقا للاحتياطيات اللي موجوده في مصر او بالنسبه للانتاج المحلي، الحمد لله احنا في امان. المحصول الجديد من القمح مباشر، احنا كنا حتى بدايه هذا الاسبوع استلمنا 3.5 مليون طن من المزارعين، ومستهدف الوصول الى 5 مليون ايضا تحت مظله او تحت شعار انه الضروره بتمنع المحظورات. عملنا السنه دي التوريد الاجباري لكل من زرع قمح انه يورد 12 ارداب للدوله على حوالي 1.8 من 10 طن لكل فدان، فده ان شاء الله هيعمل لنا مخزون 5 مليون طن من القمح تكفينا 5 اشهر، وبالتالي تقلل الصادرات خلال مده الازمه الى ان تبدا الاسعار في الانخفاض. الاسعار القمح العالمي والحبوب بسبب ضغوط من امريكا وغيرها على ضخ مزيد من البترول، لان البترول ارتفاعه بيرفع طبعًا اسعار الغذاء ايضا طبعًا. فبدات الحبوب تنكسر بنسبه 2%، انما على الاقل مش هترتفع تاني. فنامل ايضا ان ده يساعد الدول الافريقيه على انها تقدر تدبر الموارد الماليه علشان خاطر تقدر تستورد الغذاء، وما يظهرش بقى ظاهره الجوع الخفي صحيح الهيدن هانجر ولا النيو فيسو هانجر، انك البضاعه موجوده بس الفقراء مش قادرين يشتروها، ما فيش فلوس عشان الناس تشتري بيها. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا. حصلت منه الامم صحيح المتحده طبعا. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ دكتور نادر نور الدين، الخبير الاستراتيجي في الجمعيه العموميه في الفاو، واستاذ الزراعه بجامعه القاهره. شكرا جزيلا لحضرتك.